السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس 24 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. وقد انتهى بنا المقام إلى أن تكلمنا في الدرس السابق عن باب القحة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتي هي الوقاحة كما بينا ذلك آنذاك، وهي عكس الحياء. والوقاحة من كبائر الذنوب، وعلى الإنسان أن يكون حييا من الله تبارك وتعالى ومن خلقه. وبينا في الدرس السابق الأدلة الدالة على ذلك، وكيفية الحياء من الله جل وعلا، وكيفية الحياء من المخلوقين، وكيف يكون الحياء من الرجال، وكيف يكون من النساء، إلى غير ذلك مما تكلمنا عنه. سنتكلم في هذا الدرس بإذن الله تعالى عن أبواب متعلقة بالمال والجاه وما يتصل بهما من الكبائر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحرص على المال والشرف. عن كعب رضي الله عنه مرفوعا: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. صححه الترمذي. ما معنى مرفوعا؟ سبق وأن ذكرنا أن مرفوعا، أحسنت، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفا ما قاله الصحابي رضي الله عنهم، ومقطوعا ما قاله التابعون فمن بعدهم. ولذلك حينما يقول في هذا الباب عن كعب رضي الله عنه مرفوعا، أي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب عن كبيرة الحرص على المال والشرف. اعلموا أيها الإخوة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اعلموا أن المال محبب للإنسان بطبيعته. يقول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويقول سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضر حلو، إلى آخر الحديث. فهذه الآيات وهذا الحديث يدلان على أن المال محبب إلى الإنسان بطبيعته. ولذا جعلت فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المال. فقد جاء عن كعب بن عياض أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وحديث الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يدل على ذلك، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الشرف أي الجاه. ومعنى الحديث أن الحرص على جمع المال والحرص على الجاه أكثر إفسادا لدين الرجل من ذئبين جائعين أرسل في زريبة غنم. على الرغم من أن الذئاب إذا دخلت زريبة ماذا تفعل؟ تفسد جميع ما في الزريبة، تقتل جميع ما في الزريبة، على أنها لا تريد إلا واحدة، تأخذ شاة فتأكلها، لكنها تقتل جميع ما في الزريبة. وهذا دليل على أن المال أو الجاه إذا حرص عليهما المرء حرصا زائدا عن القدر المباح والمشروع أفسد عليه دينه من كل الجوانب، كما أن الذئاب تفسد ما في الزريبة بأكملها. ووجه إفساد المال للمرء بأنه يجره إلى التنعم بالمباحات، ليس كذلك؟ إذا كان المرء ذا مال كثير فإنه ينجر بطبيعته إلى التنعم بالمباحات، هذا في الغالب، فيصير التنعم بالمباحات مألوفا عند المرء.
فيتنعم بالمباحات شيئا فشيئا حتى يشتد أنسه بالمال فيقتحم في الشهوات المحرمة. فإذا اقتحم الشهوات المحرمة أراد أن يجمع المال من أي طريق، حلال كان أو حرام، فيقع في الشبهات كذلك ليزداد تنعما في حرام ومن مال حرام. ولو لم يكن أيها الإخوة في فتنة المال إلا الانشغال به عن ذكر الله تبارك وتعالى لكفى به فتنة. هل رأيتم إلا ما ندر إنسان يحرص على جمع المال ويحرص على ذكر الله عز وجل؟ لا، إنما يلهيه المال عن ذكر الله. ولذلك الله تبارك وتعالى حينما أثنى على عباده المؤمنين قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. التجارة والمال والبيع والشراء يلهي عن ذكر الله عز وجل. وصفات الصالحين أنهم يعتنون بذكر الله فينشغلون عن الدنيا، وهذه كلها أوصاف المراد بها العموم، بمعنى أن عموم الدنيا والإقبال عليها يلهي عن عموم ذكر الله عز وجل. وإلا لو أقبل الإنسان على ذكر ربه عز وجل لانشغل عن ملاهي الدنيا، وأولها المال. وأما الجاه فيكفي به إفسادا أن المال يبذل له، وليس العكس، فلا يبذل الجاه للمال غالبا. كما أن الجاه أيها الإخوة يوقع في الشرك الخفي من المراءة والمداهنة والنفاق وسائر الأخلاق الذميمة. تجد إنسان غني لكنه يريد الجاه. أثرياء العالم ألا يتنافسون على أن يكونوا أثرى الأثرياء؟ لماذا؟ خلاص هو عنده من المال ما يكفيه ويكفي ولده وولد ولده، أليس كذلك؟ لكنه ينافس على الجاه ليقال فلان أغنى من فلان، ليقال فلان هو أثر الناس الموجودين الآن، أليس كذلك؟ إذن الجاه أفسد من المال، يبذل المال لأجله. ما العلاج أيها الإخوة من هذه الفتنة؟ العلاج أن يعود المرء نفسه على القناعة. عود نفسك على القناعة، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. إذا أنت عودت نفسك على القناعة اعتادت نفسك على ذلك، لكن إذا أنت أتبعت نفسك هواها ما عاد يرضيها شيء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. والكفاف أن يجد الإنسان ما يدفع حاجاته وضرورياته، إذا وجد الإنسان ذلك هذا هو الكفاف، فإذا قنع به فهو من السعداء. وجاء عند الترمذي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه فقال له، وكان مما قال: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ولذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ليس الغنى عن كثرة العرض أي المال، لكن الغنى غنى النفس. إذا ما اغتنى قلبك عن الناس وعن الدنيا فلن يغتني بعد ذلك بشيء. الباب التالي أيها الإخوة في الهلع والجبن. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهلع والجبن. وقول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إلى قوله المصلين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. رواه أبو داود بسند جيد. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الهلع أيها الإخوة شرحه ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه جامع الأصول فقال: شح هالع أشد البخل، والهلع أشد الجزع، فالشح أيها البخل أيها الإخوة أشد البخل، الشح أشد البخل. كيف يكون ذلك؟ ذكر بعض أهل العلم رحمه الله تعالى شروحا لهذا الأمر، منها أن يكون الإنسان بخيلا على غيره وعلى نفسه، فهذا يسمى شحيح، لأن البخيل في العادة يبخل عن غيره لكن لا يبخل على نفسه، هذا في العادة، لكن الشحيح يبخل على غيره وعلى نفسه. ومنهم من قال أن البخيل لا يخرج إلا ما أوجبه الله،
ولا يخرج غير ذلك. وأما الشحيح فهو يشح أيضا عما أوجبه الله، فلا تطيب نفسه أيضا بإخراج الزكاة وغير ذلك. إذن المهم أن تعلم أن الشح هو أشد البخل، والهلع هو أشد الجزع، هو أشد الجزع. ولذلك قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الشر جزوعا، إلا المصلين، إلا المصلين. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية على أن الإنسان من طبعه الهلع عند نزول المصائب، إلا من عظم إيمانه بربه، إلا من عظم إيمانه بربه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح، أي بخل هالع يورث الجزع. لأن الإنسان إذا كان شحيح وبخيل يبخل عن الإنفاق، أليس كذلك؟ فإذا ذهب من ماله شيء جزع وهلع، خاف على نفسه الفقر وعلى عياله. إذن هما أمران متلازمان، شح هالع وجبن خالع. وكذلك الإنسان إذا اتصف بهذه الصفات أيضا يكون جبانا، وإن كانت هذه الصفة مستقلة، لكن من كان شحيحا كان سبحان الله جبانا، كان جبانا. ومن كان جبانا جبنا يخلع معه فؤاده كل من رآه كأن فؤاده خلع من جسده، هذا لا شك أنه ضعيف الإيمان بالله تبارك وتعالى. وهذه الأمور أيها الإخوة أساسها إساءة الظن بالله عز وجل، وعدم التصديق بموعوده، وعدم الإيمان بما تكفل به. فالله تبارك وتعالى تكفل بأرزاق العباد: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أنت اليوم تشك أنك تنطق، تشك أنك تنطق، أحد يجي يقولك أنت أخرس تضحك عليه، ليس كذلك، أنت تعلم من نفسك أنك ناطق. هذا اليقين الذي عندك في نطقك ليكن هو اليقين عندك في رزقك: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إن الحي كتب رزقه كما كتب أجله. إذن لماذا أنت خاف؟ لماذا تبخل؟ لماذا تهلع؟ لماذا تجبن؟ لماذا ينخلع فؤادك؟ لماذا؟ لماذا كل هذا؟ لو أيقنت وأحسنت الظن بالله تبارك وتعالى لما أصابك ذلك، لما أصابك ذلك أبدا. وقد تقدم الكلام عن إساءة الظن بالله تبارك وتعالى في باب إساءة الظن بالله عز وجل في هذا الباب سلفا. قال المصنف رحمه الله تعالى في الباب التالي: باب البخل، وقول الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، الآية، وقوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، على أننا نبخله. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. رواه البخاري في الأدب المفرد. تكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب عن البخل وعن شناعته وعن أنه من كبائر الذنوب. فالآية الأولى جاءت في سياق ذم اليهود وذكر صفاتهم السيئة، وتعم غيرهم من اتصف بالبخل، أي من جهة الذم. قال الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هذه صفة ذم لا صفة مدح، على عكس المؤمنين الذين مدحهم الله تبارك وتعالى بالكرم والإنفاق. قال الله عنهم: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ولذا كان من مساوئ البخل أن يمنع من السيادة، وكان من ممادح الكرم أن يكون الكريم سيد قومه. ولذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الأخير: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد ابن قيس، على أننا نبخله. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ أشنع الصفات. بل سيدكم عمرو بن الجموح نال هذه المنزلة لأنه كان كريما رضي الله عنه وأرضاه. والحديث صححه جمع من أهل العلم، منهم الحاكم المستدرك والألباني في صحيح الأدب المفرد وغيرهما. واعلموا أيها الإخوة أن البخل سببه حب المال، وحب المال له سببين: أحدهما حب الشهوات التي لا يتوصل إليها إلا بالمال مع طول الأمل، فيحب الإنسان الشهوات وأيضا يتيقن طول الأمل، فيستتبع ذلك بحكم اللزوم حب المال.
فإن الإنسان لو علم أنه يموت بعد يوم ربما لا يبخل بماله، أليس كذلك؟ لو أنت علمت أنك تموت غدا، أيقنت أنك تموت غدا، تبخل بمالك؟ لا، ما تبخل بمالك، قد توقفه، قد تهبه، قد توصي به، قد تتنعم أيضا أنت به. لكن إذا كان الإنسان متيقنا بطول الأمل أورثه ذلك حب المال، أيضا طول الأمل يتولد من حب الولد الطبعي، وهذا شيء لا تثريب على الإنسان فيه، لكن عليه أن يتوازن بما جاءت به الشريعة في شأن المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد مبخلة مجبنة محزنة. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. ما معنى الولد مبخلة مجبنة محزنة؟ الإنسان إذا كان لوحده، إذا كان لوحده قد لا يكون بخيلا، وقد لا يكون جبانا، وقد لا يحزن، لكن يأتيه الولد فيحكم لنفسه كما يحكم لولده، يصير جبان، جبان إنه ما يبقي لأبنائه مالا، جبان أن يذهب عن أبنائه، أليس كذلك؟ مجبنة ومبخلة، ما ينفق حتى يحفظ لأبنائه هذا المال، يقدر لهم طول الأمل كما كان يقدر لنفسه، ومحزنة. سبحان الله، الإنسان بطبعه وفطرته يحب أبنائه أكثر منه، وبالتالي إذا جاءه الولد طال الأمل ليس له فقط بل لأبنائه معه. لكن على الإنسان أن يتوازن كما جاءت بذلك الشريعة. هذا كله يضاف إلى قلة الثقة بمجيء الرزق، وهذا من سوء الظن بالله تبارك وتعالى وضعف التوكل عليه بلا شك. هذا السبب الأول في حب المال. السبب الثاني، وهذا للأسف الشديد مرض يقع فيه كثير من الناس، حب المال لعينه، حب المال لذاته، لا لأنه يوصل إلى الشهوات، ولا لأنه يوصل إلى المتع، ولا لأنه يورث يعني من قبل الأبناء، لا، لكن يحب المال لذاته. فمن الناس ما يكون معه من المال ما يكفيه بقية عمره وأبنائه وبناته وذراريهم أيضا، لكن مع ذلك يستمر معه حب المال حتى وهو شيخ كبير، حتى وهو لا يستمتع بذلك المال، يستمر معه ذلك ويظن بالمال حتى عن إخراج الزكاة، وهو قريب من الموت وقد يرى أمرات ذلك وعلاماته، ومع ذلك يبخل بالمال. وهذا لا أحتاج لأن أذكر لكم له أمثلة، قد تجدون من الحياة من يعني قصص الحياة من يكون كذلك، والله المستعان. هذا مرضه عسير وعلاجه عسير وللأسف الشديد. لكن العلاج أيها الإخوة في ذلك أن يعلم الإنسان أن الرزق بيد الله، وأن ما قسم سيأتيه ما لا محالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. والحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. ورزق الله أيها الإخوة لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ليش تخاف إذا من الإنفاق؟ ليش تكون بخيل؟ أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، لا تمسك المال. كم من أناس كانوا أغنياء ثم أخذوا من زكاة المال، أليس كذلك؟ قصص كثيرة ومشهورة، وناس كانوا من أثرياء العالم، ولا أحتاج لأن أذكر أمثلة، لكن لعلكم اطلعتم على شيء من هذه القصص، انتهى بهم المقام إلى أنهم يأخذون من زكاة المال. هذا المال دولة، جعله الله دولة يتداول بين الخلق، يكون الأب غنيا يأتي الأبناء فقراء، ثم الأحفاد أغنياء، وهكذا. حق على الله ما رفع شيء إلا وضعه. سليمان صلى الله عليه وسلم أغنى الخلق في زمانه، محمد صلى الله عليه وسلم من أفقر الخلق في زمانه. المال يتداول بين الخلق، أنبياء ورسل وغيرهم. إذن لا تكن أنت بخيلا. نختم بهذا الباب اليسير. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عقوبة البخل، وقول الله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفيه حديث: لا توعي فيوعي الله عليك، كما في الحديث الآخر: ارضخي يرضخ لك، أي وسعي يوسع عليك. وقوله عليه السلام: اللهم أعطي كل ممسك تلفا وكل منفق خلفا. كما ذكرت لكم سابقا أن هذا الكتاب لعله كان مسودة، لم يبيضها المصنف رحمه الله تعالى، لذلك تجد بعض الألفاظ في الأحاديث ليس لها أصل، وإنما تأتي برواية أخرى مثل هذا الباب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب عقوبة البخل. قال الله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الآية جاء تفسيرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع ثعبان ليس له شعر في رأسه من شدة سمومية سمه، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، إلى آخر الآية. وأما الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بروايتيه متفق عليه وله ألفاظ عديدة، ومنها عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: قلت يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، هل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ أرضخ يعني أعطي اليسير، أتصدق باليسير. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ارضخي ما استطعت، أي تصدقي باليسير بما تستطيعين، ولا توعي فيوعي الله عليك. لا توعي يقال وأوعيت المتاع في إناء أو في شيء، أي جعلته فيه، ووعيت الشيء أي حفظته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توعي يعني لا تمسكي، لا تحفظي المال، بل تصدقي يتصدق عليك، لا توعي فيوعي الله عليك جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. فمن أمسك ماله أمسك الله عنه العطاء المزيد، ومن أنفق ماله آتاه الله تبارك وتعالى المزيد، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولا أوضح من ذلك ولا أوضح في ذلك من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الأخير في هذا الباب الذي رواه أبو هريرة وهو في الصحيحين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. والإنفاق المحمود هو ما كان في الواجبات والتطوعات بلا إسراف ولا تبذير. وهذه الأبواب أيها الإخوة تكلمنا عنها بالشيء اليسير، وأوصيكم بالرجوع إلى محاضرة سبق وأن ألقيتها وهي موجودة في اليوتيوب بعنوان القناعة. القناعة تكلمت فيها عن أشياء تخص هذا الموضوع باستفاضة، ومحاضرة أخرى عن حسن الظن بالله موجود في اليوتيوب، محاضرتين عن حسن الظن بالله، إحداهما قصيرة والأخرى نوعا ما طويلة، أوصيكم بالرجوع إليهما ففيهما فوائد عظيمة تخص هذه الأبواب التي تكلمنا عنها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.